الجمهورية في الجمهورية غدا قلاع الفساد تترنح، قرار منع المشير طنطاوي من السفر خلال ساعات، اتهام جمال مبارك والعقدة وكامل ببيع ديون مصر، و150 مشهورا أمام الكسب غير المشروع. الحقيقة في أخبار أخرى بيقول ده خبر كويس، أتمنى أنه يبقى كويس، يعني مليار دولار مجمدة لدول الربيع العربي بسويسرا، 700 مليون منها لمصر إن شاء الله يا رب. البلتاجي في اليوم السابع: الإخوان أخطأوا في جمعة الحساب، وحمزة أنت ما نزلتش بطوبة في إيدك، النيابة تحقق في البلاغات، والمصابون فوجئنا بالحجارة. الحقيقة في أخبار كتيرة، بس في خبر صغير عشان احنا قلنا امبارح الخبر بتاع نجل الرئيس اللي كتب على الفيسبوك، دقيقة واحدة. مرسي لنجله: عيب اللي كتبته على الفيسبوك، ما تحرجنيش مع الناس. احنا قلنا الخبر امبارح ان نجله كتب: علمت المصري اليوم تفاصيل مكالمة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مع نجل عمر الذي هاجم على صفحته بموقع الفيسبوك أمس الأول الدكتور محمود عبد المجيد محمود والنائب العام والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء، مما أثار غضب الرئيس. وقال مصدر مقرب من الأسرة إن مرسي اتصل بنجله الأكبر أسامة وطلبه بحذف تعليق شقيقه الأصغر وإبلاغ أوامره بعدم كتابة أي رسائل أو تعليقات تهاجم القضاء على الموقع الاجتماعي. فين الجمال وعلاء؟ وطلب هو بيقول الجمال وعلاء تاني. فين جمال وعلاء؟ ده الراجل بيقول لهم كويس، أمر كويس، أمر كويس، ولازم يا أستاذ مجدي كويس، ويا ريت الإخوان المسلمين عيب. أنا معاك. كل من يخطئ يخطئ. وطلب من ابنه حذف التعليق بأقصى سرعة ممكنة، وأكد أن مرسي كان منفعلا أثناء المكالمة التي استغربت ما يقرب من 10 دقائق، عنف فيها نجله بسبب هجومه على القضاء وأمره بعدم كتابة أي تعليقات تخص الشأن العام، وقال له عيب اللي أنت كتبته ده، ما تحرجنيش مع الناس. وأضاف أنه أسرة الرئيس مرسي تدرس تقديم اعتذار رسمي إلى المستشارين عبد المجيد محمود النائب العام وأحمد السن رئيس نادي القضاء.